والله
صفقه صفقه شربك 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 شربك. افصل افصل اسكل افصل 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 افصل. صباحكم الله بالخير يا أخوان، وحياكم الله ويانا. الأفراح تتواصل هنا في الكويت، وكل أبناء هذا الوطن في الخارج أيضا يفرحون ويانا، وإن شاء الله تكون هالأفراح دائمة. عموما اليوم حلقتنا لله الحمد يعني جاءت
مع وصول أبطالنا. خلونا أرحب بضيفين الحقيقة نشكرهم الشكر الجزيل رغم وصولهم وقت متأخر، ما مداهم يقعدون مع أهلهم، يعني بدر وفهد، يعني بدر يلا مدى يبدل، فهد للحين ما بدل، راح الاتحاد خذ أغراضه وعلى طول يا التلفزيون. أمانة شكر جزيل لهم. خلي أرحب فيهم في البداية من اليمين بالتأكيد كابتن بدر مطوع، صبحك الله بالخير ومبروك الهداف ومبروك الكاس والحمد لله على السلامة. صبحك الله بالنور. أول شيء أحب أمسي على السادة المشاهدين وأمسي عليكم صراحة كابتن جمال وكابتن حسين وفناننا بلال الشامي، صراحة اللي ما قصر على المقدمة الحلوة والله يبارك فيك. إنك مال من فهد ما تسوي. فهد جاملته شهر كامل. لا بالعكس، يعني فهد يعني إن شاء الله الحلقة هذه راح نتكلم عن الشيء اللي سواه، صراحة شيء مو سهل صدقني، وخاصة أن فهد يمكن أول بطولة خليج، لو يمكن أنا لعبت هذه يمكن خامس بطولة خليج وأدري شنو بطولة خليج، لكن ريال صراحة داخل الملعب وما أثرت عليه الضغوطات داخل الملعب وأدى يمكن مستوى رائع، يعني تقريبا من ثاني مباراة الكل أجزم أنه هو أفضل لاعب في البطولة ويستحقها صراحة. هذا كلام كبير منك يا أبو ناصر، وأكيد شهادة يعني من لاعب كبير، وهذا يدل على أخلاقك وتواضعك أيضا لما تمدح زميل لك، وهذا قاعد نفتقدها الحقيقة في الفترة الأخيرة، لكن هذا دليل يعني قاعد تشوفون بعيونكم اليوم شلون اللاعبين على قلب واحد وعلى